أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عما يعانيه النازحون في محافظة مأرب نتيجة البرد الشديد والظروف القاسية وغياب الرعاية الصحية. أفاد مصدر طبي بوفاة نازحين اثنين جراء موجة البرد القارس في محافظة مأرب. وقال المصدر إن مستشفى كرا في مدينة مأرب استقبل خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 23 حالة التهاب رئوي حاد، وأضاف أن 6 حالات أدخلت العناية المركزة نتيجة تدهور وضعها الصحي، فيما توفيت حالتان. ويعاني النازحون في مخيمات مأرب من نقص في مواد الإيواء وانعدام التدفئة في ظل برودة الطقس. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تظل معاناة نازحي مأرب دون توفير الرعاية والمساعدات؟ وأين دور الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإنقاذ النازحين؟ قبل النقاش نتابع التقرير. في خيام صغيرة كهذه لا تقيهم موجات البرد القارس، يعيش النازحون في محافظة مأرب حياة صعبة على كافة الأصعدة، من أمراض إلى أوبئة إلى انعدام أبسط مقومات الحياة. أخصائيون في مستشفى كرا بمدينة مأرب قالوا إن المستشفى استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 23 حالة لنازحين جميعهم يعانون من التهابات رئوية حادة بسبب البرد وبسبب عيشهم في خيام لا تصلح للعيش. وأضاف الأخصائيون في المستشفى أن 6 حالات أدخلت غرفة العناية المركزة لشدة تدهورها، مؤكدين وفاة حالتين. التزايد المتسارع في عدد السكان النازحين إلى المحافظة تسبب في أزمة سكن في المدينة، وهو ما جعل أصحاب المنازل يستغلون عدم وجود رقابة قانونية تنظم عملية تأجير المنازل ليضاعفوا من أسعار الإيجارات، ويجد الكثيرون أنفسهم أمام مشكلة ارتفاعها ما يضطرهم للعيش في الخيام. نزحنا إلى محافظة مأرب نعيش تحت الخيام في ظروف قاسية تحت حر الشمس وبرد الشتاء. نحن الآن أخي أحمد في العناية المركزة في كرا، وقبل أيام توفت الطفلة سلماء الحكمي من البرد وقساوة البرد. المشاكل التي تواجه النازحين في مأرب لا تتمثل فقط في عدم وجود أماكن مناسبة للعيش، بل وفي عدم توفر فرص عمل ومصادر دخل كافية للموظفين، خصوصا الذين فقدوا أعمالهم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أمراض وأوبئة عديدة انتشرت بين النازحين في ظل غياب تام للرعاية الصحية والعلاجية. نازحون يشربون مياه غير نظيفة وملوثة، فيما تتعرض الأمهات لمخاطر الإجهاض أثناء الحمل، وهي مخاطر عديدة جعلت النازحين يعيشون في ثلاثية الجوع والمرض والعيش في العراء. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى زوايا الحدث. في البداية أرحب بضيفي في هذه الحلقة، سيكون معنا الأستاذ حمود هزاع الصحفي من مأرب. مساء الخير أستاذ حمود. مساء الخير، تحية لك أخي بشير وللأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ حمود. إذن حالتي وفاة والعديد من حالات الخطيرة بسبب البرد في مخيمات النازحين بمأرب، ما هي الأسباب برأيك؟ عفوا صحيح لك المعلومة، حالتي وفاة في مستشفى كرا. نعم. من غير الطفلة سلمى، أنا أستطيع أن أؤكد بأن حالات الوفاة ربما أكثر من هذا العدد بكثير. حالتي وفاة حدثت في غرفة العناية المركزة في مستشفى كرا. نعم. هناك من لا يعون خطورة أمراض البرد ولا يتوقعون أنها قد تؤدي إلى حالة وفاة، ومثل ما حصل مع الطفلة سلمى، عائلة سلمى الحكمي، وربما الظروف ففجأة ماتت ودفنت مع قصتها. بعد وفاتها لم يكن هناك أي دليل على وجود طفلة وتعرضت لوفاة. بلادنا ليس فيها شهادة وفاة، لم تعرض على طبيب مختص، وبالتالي استطيع ان اقول بان هذا الرقم في مستشفى كرا لوحده، بينما اعتقد بان حالات الوفاه اكثر من هذا الرقم. نعم. ما هي الاسباب استاذ حمود؟ استاذ حمود الاسباب برايك، ربما لم نسمع، ربما تكون الحاله اول مره تحدث ان يموت الناس من البرد في اليمن.
الأسباب مركبة، الأسباب هي نتيجة قبل كل شيء لإهمال الحكومة الشرعية. على سبيل المثال يا عزيزي، لدينا رئيس لجنة إغاثة وهو وزير الإدارة المحلية. هذا رئيس لجنة الإغاثة لم يزور محافظة مأرب ليطلع على ما يحتاج النازحين أو على ظروفهم منذ أن تم تعيينه رئيس لجنة الإغاثة بداية العام 2015، مع أن مأرب تعد واحدة من أكبر المناطق ذات التجمع السكاني للنازحين والمهجرين بسبب الانقلاب. هناك حالة من التسيب ولا مبالاة. كذلك وحدة مخيمات النازحين، الوحدة الوطنية مدري الوحدة مخيمات النازحين التابعة للحكومة التي يرأسها صديقنا نجيب السعدي، إلى اليوم لم تفعل من قبل الحكومة ولم تقوم الحكومة بواجبها بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، مع الدول الشقيقة وبين النازحين لتلمس معاناتهم. كذلك هناك تقصير من قبل السلطة المحلية بمحافظة مأرب. هناك في محافظة مأرب حالة تعاني من حالة تضخم وانفجار سكاني، كان الأولى أن تأتي الحكومة وتقف مع محافظة مأرب وتساعد محافظة مأرب في عملية حصر النازحين وتقديم الدعم لهم، حتى وإن وأعتقد بأن محافظة مأرب فاتحة وتتمنى ذلك. لا أعتقد بأنه لا أحد يقول لمسؤول بالحكومة لماذا ستأتي لمأرب، بل بالعكس ستكون مأرب ممتنة أن تأتي أن تأتي الحكومة وتعقد عدة اجتماعات لها في محافظة مأرب وتعالج المشاكل الموجودة في نعم. في المحافظة. ربما هناك نعم، هل هناك مثلا اهتمام من قبل السلطة المحلية بهؤلاء النازحين حتى لا تهتم لجنة العليا للإغاثة أو الحكومة بشكل عام بهم؟ لا تستطيع السلطة المحلية بصلاحيتها أن تهتم. إذا لماذا تم تعيين إنشاء اللجنة العليا للإغاثة ولماذا إنشاءت الحكومة جهات خاصة في هذا الجانب؟ أنا ستنقل إلى ضغط عمل إدارة ضمن السلطة المحلية. المهم بأن الحكومة لم تقم تجاه من قاموا معها ومن دافعوا عنها ومن كانوا رأس حربة في النضال والدفاع عن الشرعية والجمهورية. هذا الاختصار نقول أن هناك قصور كبير، هناك حالة من التسيب، هناك حالة كذلك من العشوائية ناتجة عن ذلك. نعم. طيب أستاذ حمود ابقى معي، نشرك معنا في الحديث من مستشفى كرابي محافظة مأرب الأستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد مساك الله بالخير، والمسؤول الإعلامي بمستشفى كرا عبد الحميد الجنيد، مرحبا بك. أستاذ عبد الحميد لطفا تسمعني الآن بوضوح؟ نعم أيوة أسمعك تمام. نعم مرحبا بك أستاذ عبد الحميد، ما الذي يعني حصل بالضبط وما هي أسباب وفاة من وصلوا إليكم للمستشفى؟ يعني بالنسبة لأسباب الوفاة تختلف باختلافات كثيرة. نعم. أولا يعتبر يعني أسباب الوفاة مختلفة وكثيرة، لكن هناك أوبئة وأمراض منتشرة، والسبب الرئيسي للوفاة يرجع إلى وصول الحالات بعد أن تكون قد عانت من مضاعفات شديدة وبوقت متأخر للعلاج لتلقي العلاج في المستشفى. نعم. هل هو فعلا بسبب بسبب البرد أستاذ عبد الحميد؟ هل هو يعني من أسباب الوفاة هو البرد؟ نعم. القارس في مأرب هناك انتشار واسع لعدد هناك انتشار واسع لعدد من الأمراض، منها ما يتعلق بالأمراض التنفسية. الأمراض التنفسية الناتجة عن نزلات البرد الشديدة، أحيانا المريض يتعرض إلى نزلات برد شديدة لأكثر من مرة ويؤدي إلى التهاب في الجيوب الأنفية والالتهابات الرئوية التنفسية، وهذه الالتهابات العادية هي عبارة عن التهابات ذات نزلات برد وفيروسية عادية، لكن نتيجة عدم تلقي المريض العلاجات اللازمة يتحول هذا الالتهاب إلى التهاب بكتيري، وتدخل البكتيريا وتنمو في هذا المكان طريقة مواجهة النازح أو المواطن للبرد. أحيانا يقوم النازح أو المواطن
لمواجهة درجة الحرارة المنخفضة عن طريق حرق المواد البلاستيكية والملابس القديمة من أجل أن يحصل على الدفء، وهذا يؤدي إلى دخان وغازات ضارة وانتشار للرب والتنفسي بشكل مزمن، وعلى ضوءها يدخل بالتهابات رئوية تنفسية وقد تكون أحد أسباب الوفاة. نعم. طيب أستاذ عبد الحميد، أنتم في مستشفى كرا وبقية المستشفيات في محافظة مأرب، هل لكم من جهود ل يعني تلافي حدوث وفيات بهذا من خلال هذه الأسباب بسبب البرد والأمراض التي يعني تطال هؤلاء النازحين؟ نعم، بالنسبة لمستشفى كرا الكل يعرف في محافظة مأرب أن مستشفى كرا يعد المستشفى الأول الأكثر في الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام على مستوى إقليم سبا. مستشفى كرا الآن يقدم خدمات طبية كبيرة للنازحين، هناك عشرات الحالات بل مئات الحالات تصل إلى المستشفى يوميا من النازحين. أغلب الحالات تعاني من إما من سوء تغذية وإسهالات مائية حادة ومن انتشار الحصبة بين النازحين، إضافة إلى نزلات البرد والمضاعفات التنفسية الناتجة عنها، إضافة إلى مرض الكوليرا، أمراض الملاريا، أمراض حمى الضنك. المستشفى يبذل جهود غير مسبوقة، هناك عشرات الحالات بل مئات الحالات تدخل يوميا إلى طوارئ المستشفى وإلى العيادات الخارجية في المستشفى، تتلقى العلاجات اللازمة، الحالات المتضررة تتلقى العلاجات اللازمة مجانية من الصيدلية المجانية في المستشفى، وتكون كافة الفحوصات مجانية، ونقوم بمعالجة الحالات وترقيد الحالات المتضررة 15 إلى 20 حالة تقريبا يوميا تدخل رقود إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. نعم. لكن بالرغم من كل هذه الإمكانيات التي يقدمها المستشفى هناك قصور بالتأكيد، القصور ناتج يعني نتيجة ضعف الإمكانيات، نتيجة الوضع الذي يمر به البلد حاليا، أيضا المنظمات الدولية والمنظمات المعنية لم تلفت ذلك اللفتة والانتباه الكبيرة للأمراض والأوبئة التي تفتك بالنازحين في محافظة مأرب باعتبارها أكثر محافظة يمنية تستقبل هذا الكم وهذا العدد الهائل من النازحين. نعم. ومستشفى كرا يعتبر هو المستشفى الأول الذي يقدم هذه الخدمات لهؤلاء المرضى. نعم. طيب دكتور عبد الحميد، فيما يخص أيضا الإحصائية الأخيرة التي ربما لديكم أو تعلمون عنها في محافظة مأرب والتي ربما وصلت إلى حد الوفاة أو أمراض يعني مزمنة أصابت هؤلاء النازحين، إذا كان لديك إحصائية ممكن تطلعنا عليها والمشاهدين. الإحصائية بشكل عام هي موجودة لدى اللجنة الخاصة في المستشفى لمكافحة الأمراض السارية، هناك لجنة خاصة لمكافحة الأمراض السارية لديها الأرقام الحقيقية، لكن هناك حالات وفيات وموجودة بل تكاد أن تكون يعني بشكل متكرر ويومي. هذه الحالات الوفاة، هناك حالة وفاة نتيجة الالتهابات التنفسية الرئوية، هناك حالة وفاة نتيجة الإسهالات المائية الحادة، هناك حالة وفاة نتيجة أمراض سوء التغذية، هناك حالة وفاة نتيجة مضاعفات أمراض الحصبة، ولكن كإحصائية دقيقة وكأرقام موجودة حاليا لا توجد أرقام موجودة، لكن هناك أرقام موجودة لدى الجهات المعنية في المستشفى الخاصة بمكافحة الأمراض السارية. نعم. طيب دكتور عبد الحميد، سؤال أخير فقط دكتور عبد الحميد، أنتم الآن وصلتكم العديد من الحالات، هل رفعتم تقرير لمكتب الصحة في محافظة مأرب عندما يدق يعني جرس أو إنذار الخطر بتزايد أعداد المصابين والوفيات بسبب البرد الشديد؟ نعم، تم رفع تقرير من إدارة مستشفى كرا إلى الجهات المعنية في مكتب الصحة في المحافظة وإلى المنظمات الأخرى المعنية وإلى مكتب وزارة الصحة. هذه المناشدات وتقارير طبية تكاد أن تكون يومية أو أسبوعية، يتم رفعها كل يوم بإحصائيات يومية أو أسبوعية أو شهرية، ترفع إلى إلى مكتب التربية وإلى الإدارة الصحية ورفع التقارير، وأيضا هناك تقارير تتحدث عن اشتداد بعض الحالات بأن تكون بإنفلونزا H1N1، فكل التقارير ترفع. نعم. بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، الإحصائيات تكون يوميا، إحصائيات أشكرك. يومية ترفع بشكل يومي من إدارة المستشفى. نعم، المسؤول الإعلامي بمستشفى كرا في مأرب الدكتور عبد الحميد الجنيد، شكرا جزيلا لك، ونشرك معنا أيضا في الحديث من مأرب مدير مكتب الصحة الدكتور عبد العزيز الشدادي. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساء النور على وصلك أخي الكريم ومستمعين والمشاهدين الكرام، أحييكم. أهلا بك دكتور عبد العزيز. الناس تموت في مخيمات النازحين في محافظتكم من البرد، أين أنتم؟ أظن اللفظ أستاذي مبالغ فيه. نعم. نحن الآن منذ بداية الشتاء
ترصد جميع الأوبئة. لدينا وباء في الـ H1N1 والحمد لله كانت فيه هناك استجابة سريعة. قضية حين يتكلم إعلامي مثلك الناس يموتون، هذا أمر يفزع الناس ويخلي الوضع مرعب. في الوقت الذي بلغنا إلى الآن اليوم حالتين وفاة دكتور عبد العزيز، نحن لا نبالغ ولكن كما تعلم إلى الآن ثلاث حالات وفيات في مستشفى كرى. أنا أتكلم عن إحصائيات أخي الكريم. نعم، اليوم إلى اليوم منذ بداية موجة البرد وصلنا للبلاغ عن 17 حالة اشتباه H1N1. نعم، طبعا ليس لدينا مختبر يحسم الامر في ان فعلا هي H1N1، لكن نظرت تلقينا من الوزاره ومنظمه الصحه العالميه على ان الوباء موجود والاعراض موجوده. اشتبهنا ان H1N1 عدد حالات الوفيات الى اليوم مسجله في المحافظه بشكل كامل ثلاث حالات. هذه كل ما وردنا الى مكتب الصحه، والحمد لله رب العالمين فريق الاستجابه السريعه نزلت، والأخوة في وزارة الصحة مشكورين استجابوا بشكل سريع، وهم في طور إرسال بعض الأدوية لهذا الوباء لمواجهة هذا الوباء. لدينا بؤرتين الآن نحن نعمل على حصار المرض فيها في مخيم النازحين في عرق أهل شبوان وفي حريب في منطقة جرادة تقريبا. هذه المنطقة التي حصل فيها المرض، وفرقنا من فرق الاستجابة السريعة وفرق الطبية تعمل هناك. عليها توجيه طبيعي لجميع المستشفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة وإقامة يعني غرف عزل بحيث نحاصر المرض ويكون نعم. المرض محصور في الحالات الظاهرة. نعم. طيب دكتور عبد العزيز جهود إن شاء الله نعم. تعالى. نعم دكتور عبد العزيز جهود نسير غدا إن شاء نعم جهود نعم جهود بالتعاون مع شبكة مناء. نعم نعم اسمح لي فقط دكتور عبد العزيز، مع شبكة مناء سوف نسوي غدا فريق طبي للمعالجة في جميع أو في أغلب مخيمات نعم. النازحين إن شاء الله. نعم، إذا تحرك تشكرون عليه يعني واستجابة سريعة نزلتم إلى هذه المخيمات، لكن إذا تحدثنا عن الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلت الناس تتأثر بالبرد وتنتشر هذه الأمراض ويصل إلى حد الوفاة دكتور عبد العزيز؟ أخي الكريم معروف بأنه الإنفلونزا الخنازير وما يعرف H1N1 هي يعني مرض قاتل، و يعني سرعته في يعني الإهلاك للمريض كبيرة جدا. يأتي موسمي متزامن مع البرد بلا شك، وكما هو معلوم بأنه في حالات الحروب تنتشر مثل هذه الأوبئة، ونظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سواء النازحين أو حتى السكان المضيف، كما تعرفوا البلد تمر بظروف حرب والنازحين بكثافات عالية جدا في المحافظات تصل إلى ما يقرب 3 مليون حسب تصريحات السلطة المحلية، وكل يوم هم في ازدياد، يعني الخرق متسع على الراقع بشكل كبير جدا. يعني نحن يعني نواجه بإمكانات ما قبل الأحداث نواجه هذه الصعوبة. لو لعلك كإعلامي اطلعت على التقرير الصادر عن مكتب الصحة من الأعداد الهائلة التي بفضل الله عز وجل استطعنا أن نواجهها خلال 2018. نعم. التي وصلت إلى ما يزيد على 1,600,000 خدمة علاجية قدمها مكتب الصحة، فضلا عن ما تقدمه هيئة مستشفى مأرب العام أو المستشفى العسكري بكونهم لا يتبعوا مكتب الصحة إداريا ولم تكن في التقرير. نعم. طيب. نحاول بقدر الامكان، وانا بهذا الصدد اشكر قياده السلطه المحليه الممثله باللواء سلطان العراده على دعمها المتناهي للقطاع الصحي، وكذلك الاخوه في وزاره الصحه الاستاذ الدكتور ناصر باعوم وفريقه حفظهم الله، في استجابه جيده، ونتمنى ان يكون اكثر، ان يكون هناك استجابه اعلى. نعم. لانه تعرف في ظروف الحرب دائما القطاع الصحي هو القطاع الذي يتحمل اعباء تزيد في ظروف الحرب، وهذا نعم. شيء مشهود ومعروف لدى جميع الناس. نعم. طيب دكتور عبد العزيز يبقى معي يعود للصحفي حمود هزاع، تاخرنا عليه قليلا استاذ حمود، لكن اذا تحدثنا في يعني سؤال اخير نودعك فيه، يعني الحكومه كما تحدثت في بدايه حديثك ان هناك اهمال كبير ممثل باللجنه العليا للاغاثه ووزير الاداره المحليه الدكتور عبد الرقيب فتح، برايك ما هي اسباب اهمال محافظه مأرب وعدم الاهتمام بها رغم الاعداد الكبيره للنازحين استاذ حمود؟ عفوا قبل ان اتحدث على هذه الجزئيه دعني اؤكد لك بانه هناك جهود مبذوله للامانه في محافظه مأرب، ومن مكتب الصحه بالمحافظه وصلت لي معلومات عن نزول فريق الترصد الوبائي الى المخيم، وقاموا بتوفير لقاحات ووزعوا للنازحين
أدوية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، فيروس الإنفلونزا H1 أو N1 اللي يسمى إنفلونزا الخنازير. وهناك كان المريض أحمد الحكمي بحاجة إلى علاج غير موجود في السوق، وتم التواصل مع مكتب الصحة، وقام مكتب الصحة بالمحافظة بتوفير العلاج وقدم للمريض أحمد الحكمي، وتم التحفظ عليه في العناية المركزة بالمستشفى كنوع من الحجر. إلى حتى اللحظة لا يزال المريض أحمد الحكمي في العناية المركزة. نعم. هذا أولا. الشيء الثاني، الحكومة وال تمت لا نريد أن ندخل إلى مرحلة الحكم على النوايا وتخوين سواء للحكومة أو للتحالف. نحن نقول عليكم أن تقوموا بواجبكم. هذه النخبة لا زالت أسيرة حقبة الماضي، هي حقبة الاستبداد، تعيش في ذهنيتها وفي بروتوكولاتها، غير قادرة على العطاء، غير القادرة على القيام بدورها، غير قادرة على أن تقوم بمستوى التحدي الذي نواجهه. على الأقل لا نريد أن نقول بأن هناك خير متعمد، نأمل أن لا يكون متعمد، خير من أن يكون متعمد. أشكرك. ندعو حكومة الدكتور عبد المعين عبد الملك، نوجه له رسالة، نأمل أن نسمع في الساعات القادمة تحركات، على الأقل ولو تحركات متأخرة، لكن هناك متأخرات. محافظة مارب والسلطة المحلية بحاجة إلى كثير من الدعم، إلى التنظيم، إلى ترتيب وحدة جوار النازحين، إلى الجانب الصحي، الجانب الإغاثي، كذلك منظمات الدولية لم تأتي، لم تقدم مواد إيوائية هذا العام لأي من النازحين في مارب. كذلك تقع كارثة أن يعيش المرء في خيمة لسنوات بين حر الصيف وبرد الشتاء، هذا كارثة. نعم. إذا كان لدينا نخبة سياسية وحكومة تستشعر المسؤولية ستبتكر ألف حلول. أشكرك. أشكرك أستاذ حمود. نعم، الصحفي من محافظة مأرب حمود هزاع، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة لمدير عام مكتب الصحة في مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي. دكتور عبد العزيز، إذا سؤال أخير فقط، كيف يمكن حماية النازحين من انتشار هذا المرض، وأيضا مقدار ما تملكونه من احتياجات للحد من انتشار هذا المرض، وأيضا توفير اللازم لهؤلاء النازحين؟ نحن وجهنا نداءات متعددة للمنظمات المعنية، وتلقينا استجابة لا بأس بها من مركز الملك سلمان، لكن للأسف أنه تمر كثير من الدعم عبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. منظمة اليونيسف تختص في جانب الرعاية الأولية، ولا بأس تقديمها وتعافى على في مأرب بشكل جيد، لكن منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر، كثير من المنظمات الدولية للأسف تواجدها ضعيف جدا، وأنا أحس بتحيز تجاه مأرب منها، وهذا الأمر الذي لابد أن تتنبه له المنظمات، أن تقوم بواجبها حقيقة تجاه مأرب والنازحين في محافظة مأرب. نحن بحاجة إلى إقامة فرق طبية متنقلة للنازحين، بحاجة إلى إقامة مراكز أو وحدات صحية أو نقاط طبية داخل تجمعات النازحين، حتى نستطيع أن نكون على اتصال مستمر ونستطيع أن نقدم الخدمة في إطار مخيم النزوح، لأنه النازح حتى يلا يحصل خيمة وشيء يجد في يعني يأوي إليه، من الصعب له التنقل من المستشفيات وخاصة لا يعرف جغرافيا المنطقة وكذا. فنحن لدينا خطة نقدم الآن للمنظمات، نتمنى الاستجابة فيها، بأن نوفر في مخيمات النازحين مرافق أو وحدات صحية تقوم بالمعالجة الدوائية، وكذلك يكون لدينا فرق طبية متنقلة تستطيع أن تغطي احتياج النازحين في حد الأدنى. نعم. ولدينا توجيهات لجميع المستشفيات بأن يكون هناك تعاون مع الأخوة النازحين وتسهيل في خدمات الرعاية والخدمات الصحية لهم إن شاء الله. أشكرك مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.